إلى الأراضي المقدسة بعد أن وقف الحجاج بيت الله الحرام قبل أمس بعرفة والمبيت مزدلفة. فقد توجه الحجاج بما فيهم الحجاج الشاديون في أول أيام عيد الأضحى المبارك لرمي الجمرات الثلاث. مزيد من التفاصيل في تقرير موفد التلفزيون إلى الأراضي المقدسة علي فاضل قدركي. بعد وقوفهم بصعيد جبل عرفة في مشهد مهيب يجسد وحدة الأمة الإسلامية، نفر الحجاج إلى مشعر مزدلفة لقضاء ليلتهم بهذا المكان الطاهر، مصداقا لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وجمع الحصى اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم توجه الحجاج قاصدين مشعر منى حيث رمي جمرة العقبة الأولى. منذ الصباح الباكر تقاطرت تلك الجموع إلى هذا المكان لرمي جمرة العقبة. وبانتهائهم من رمي جمرة العقبة الأولى وذبح الهدي والحلق أو التقصير في يوم النحر يحل لهم ما كان محظورا عليهم. وبهذا تكون قد اقتربت رحلة الحجاج إلى نهايتها لتطوي عاما، وينتظر المسلمون العام القادم ليحج من كنت تقبل الله حج جميع.